اشهد ان محمد رسول الله. بعد ما نصلي يا شباب شو ما جايبين معاه؟ في حد من اهله موجود؟ حد من قرايبه موجود؟ دي موجودين. طب خليهم يجوا. طيب يجوا كلها كلهم قالوا الله يفتح عليك. الشيخ صلى الله عليه وسلم. كان نازل يشوف خناقه وبعدين اتحرس الكره فعذبوه لمده 48 ساعه بالخراطيم ودخلوا خراطيم في جسمه في سجن طره والظابط اللي عذبه اسمه عمرو ايه؟ عمرو بس ده اللي نعرفه تمام؟ اتوفى امبارح الصبح النهارده لا هو كان محكوم عليه بمحاكمة عسكرية سنتين واخد بالك واخر حاجة ان هو مات في سجن طرة بالتعذيب اكيد في السجن يعني ويتقال ان هو دخل على زمايله بيطرش دم ووقع قدامه ايه؟ سنتين من المحاكمات العسكرية اللي هي بتاعت الشهرين اللي فاتوا دول امتى بالتحديد مش عارف الله اعلم مش عارف Oh!
طيب يا عم مش ورا والله يا عم مش ورا Thank you.